طيب واحنا بنشهد دلوقتي صور للموت فجأة عجيبة، صور مفاجئة للموت عجيبة عجيبة عجيبة. لسه أول امبارح كابتن أدهم الصلاح دار ميت، الله يرحمه، كان لاعب الإسماعيلي زمان. مات وهو إيه؟ عارفين أنتم مات إزاي؟ اللاعب بتاع فريقه دخل جول في الدقيقة 90 ولا 91، فهو واقف راح سجد كده فرحان بالجول فمات. مات في الملعب. أنا بتكلم على صورة إيه؟ واحد واقف وقع مات، مات في هو واقف، حتى كاميرا الفيديو جاب وصلت لحظه الموت لانها كانت بتنهي الماتش، مات، جات له سكته قلبيه ومات. وقابله لاعيبه الكوره كتير ماتوا، اللي مات في تمرين واللي مات في ماتش، وغير الناس اللي بتقع في الشوارع، غير الناس اللي بتموت وهي قاعده، وفي ناس بتموت وهي قاعده بتقرا قران، والناس قاعده تلاقي جاي على طول على الفيس كده مات وهو بيذكر الناس بيه. الشيخ محمد الغزالي رحمه الله مات وهو يدافع عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم في المؤتمر في السعوديه، أخذته الحمية على الإسلام فانفعل جدا فمات، مات وهو واقف يدافع عن الإسلام في الموقف ده، نسأل الله حسن الخاتمة. فموت الفجأة بقى متوفر جدا، موجود جدا، وهذا من علامات الساعة. فينبغي على الإنسان أن يحرص فعلا والله، يحرص على أن يتمثل التقوى. خلنا الدنيا ضايعة، والدنيا رايحة باللي فيها، بمناصبها، بأماكنها، بنفسها، رايحة رايحة جدا. لا وقت للخصومات، ولا وقت للمنازعات، ولا وقت للمهاترات، ولا وقت لحجز الأماكن في أي مكان. الوقت الوحيد لمن آمن بالله وعمل صالحا ومات على كده. مسألة دي مسألة في غاية الأهمية. أقبل على شيء، بص في ورقتك، بص في ورقتك، لأن الورقة بتتسحب، مش هتتسحب، هي بتتسحب. بص في ورقتك، لما هيموت مش هقول لك ده كان أحسن واحد بيعمل وكان هو اللي عامل وهو اللي مسوي، لأن والله لما الواحد بيموت الناس بتقول إيه؟ تكلم عن ادبه واخلاقه واللين والسهوله بتاعته والبشاشه والابتسامه، وكان طيب وكان كويس وكان مؤدب وكان اما بقى اللي هو كان بيعمله كده مش هيقولوا ده، زي ما كانوا دايما نقول للناس في الشغل ده، مش لما نموت مش هيقولوا ده كان احسن واحد بيعمل تارجت، حقق التارجت بتاعه في الشغل، لا ما حدش بيقول كده. الناس بتقول ده والله ده كان بيستوعب الناس وكان طيب وكان بيحب الناس وما كانش بيأخر حد وما كانش بيتأخر عن الواجب. ده اللي بيتقال على الميت. واحد تاني مموت نفسه في الشغل ويدايس على الناس كلها، الناس والله لما بيموت ما بتكلمش عنه كويس خالص، لان ما بتبقاش غير المعاني الإيمانية والمعاني الاجتماعية بس، معاني دي ودي. واللي احنا مموتين نفسنا فيه ده والله يعني ايه، ان لم يهمل هيتاخد علينا نفسنا. توب لربنا سبحانه وتعالى، اقرأ قرآن، استغفر ربنا، وتمثل معاني الإيمان ومعاني التقوى، وادخر العمل الصالح للقيامة. يعني احرص على ما ينفعك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تحب الناس تقول عنك ايه لما تموت؟ اعمله من دلوقتي، صمم انت الجنازة بتاعتك. اذا اردت ان تموت على شيء فأكثر منه، واذا اردت ان يذكرك الناس بشيء فتمثله، واذا اردت أن يرفع الله عز وجل ذكرك بعد موتك فابحث عن أسباب ذلك بإخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم.